مرحبا بكم مشاهدينا ومشبعين شب تي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. كما كتشوفوا فريق الدفاع الحسن الجديدي وحسنية أكادير التعادل في بداية المباراة في الدقيقة 6:33. يعني كما كنعرفوا شوفوا الجماهير كيغنيو بواحد الحرقة كبيرة على الفريق ديالهم باش أنه ما يقدرش أنه ينزل للقسم الثاني. الجولة 26 راي 8 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